الجزء الثاني من حلقتنا النهارده هيكون معانا الناقد الرياضي بالاهرام العربي الاستاذ عماد انور عشان نتكلم بشكل مفصل اكتر عن كل الامور اللي موجوده على الساحه الرياضيه المصريه بشكل عام، سواء منتخب مصر او النادي الاهلي بالتحديد. يلا نبدا حلقتنا ونروح نشوف اهم العناوين النهارده. الاهلي يعود للتدريبات استعدادا لمواجهه الصيف. يوسف يكشف موعد عودة أزار وحقيقة العروض الفرنسية. وتطور إيجابي في البرنامج العلاجي لأجاييه. مصر تواجه تونس على ملعب برج العرب 16 نوفمبر المقبل. أجيري يطلب مواجهة البرازيل وإسبانيا وديا. وزير الرياضة يعلن نهاية أزمة محمد صلاح مع الجبلية. وبعثة السباحة تعود من بلغاريا.